كيف بدنا ندخل هديل لداخل القصر؟ ما في شي صعب، رح ناخد هديل لداخل القصر. ديالة، هذا القصر فيه طابقين، والطابق الأرضي هو فيه مدخل الواحد، بصير فيه عندك 4 غرف، وهاي الغرف بحيط فيهم رواق اللي هو زي الممرات عشان ينفذ على هذه الغرف. يعود قصر عراق الأمير إلى بداية القرن الثاني قبل الميلاد. هو من الآثار الهلنستية النادرة الموجودة في الأردن، واللي بناه من أسرة طوبيا راح نشاهد اسمه محفور على أحد الكهوف. القصر يقع في وادي، وحسب التاريخ هذا الوادي كان بحيرة، الآن جفت هاي البحيرة وأصبحت أراضي زراعية. كلمة عراق تعني كهوف، ويمكن كان اسم المنطقة كهوف الأمير. هذا القصر اللي شايفينه بني من كتل صخرية ضخمة من الحجر الجيري، كيف رفعوهم فوق بعض الله أعلم. وبالطابق الثاني كان في قاعة كتير كبيرة كانوا بجوز يستخدموها للاحتفالات، وبالإضافة إنه كان في غرف للنوم عشان يناموا فيها. يعني كامل متكامل.